تصورش غير شي تصور فيه تصور تدخل ديال الامن الوطني خصك تاخذ الاذن عندي بعدا عاد باش تصورني واخا استشر معايا واخا اسمح لي خويا انا قبل منك بساعتين هنا وعاد كتقول لي هاد الهضره هادي الله يغديك الله يجازيك بخير راه عندنا من حقنا اننا في الشارع العام نصورو هذا هو المشكل دابا هذا ما عرفتش والله ما عرفتش إذن مشاهدي متتبعي قناة شوف تيفي مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف كتشوفوا واحد شخص في حالة غير طبيعية دخل في عدد من الحواجز سواء ديال الرصيف أو ديال الطامون كنصور رجل الامن اللي ربما ما عرفتش بهذه المناسبه كنوجه واحد النداء للسيد المدير العام للمديريه العامه للامن الوطني الله يجازيك بخير سي العموشي الى ما عندناش الحق نصور قلنا ما نبقاوش نصور واذا عندنا الحق نصور نتمنى بان المديريه العامه ديال الامن الوطني تصدر واحد المذكره بان الصحافه من حقها انها تصور في الشارع العام هذا ماشي اول مره ماشي ثاني مره ماشي ثالث مره كندخلوا مع الناس في هذه المشادات ربما لعدم معرفتهم بالقانون راه حنا من حقنا نصور هذا هو ديال القناعه ديالي بان من حقنا نصور لكن ما كانش من حقنا نتمنوا بان سواء النقابه ديال الصحافه تدخل تحمينا السيد حموشي اللي كنعرفوه بانه رجل نزيه يدخل على الخط يصدر شي بلاغ السيد محمد حرامو يدخلوا يصدروا شي بلاغ ما يمكنش ان نبقاو نصطادوا ناس ربما ما عارفينش باننا من حقنا اننا نصور وإذا كان ما من حقناش إذا صدر بلاغ بأننا من حقناش أننا نصوره صافي ما نبقاوش نصوره حتى الإدارة ديالنا غادي تعفينا من القضية ما يمكنش تقول لنا بأن وقعت واحد الحادثة ديال السير كنتو حاضرين ما صورتوش هادي ماشي أول مرة ماشي ثاني مرة ماشي ثالث مرة كان قبل واحد شهر ولا شهرين في شارع روداني عميد شرطة حيد لي التليفون طيحوا الأرض تعرضنا للاعتداء أكثر من مرة كنجدد النداء ديالي السي عبد اللطيف حموش انه يدخل على خطة القضية واش من حقنا نصور لو ما حقناش نصور ما بقاش نصور صاف هذا واحد الشخص في حالة غير طبيعية في حالة سكر طافح لما كنقولوش بان بنادم سكران ولكن هذا غا ماشي سكران هذا غا ميت دخل في بوطو ودخل في واحد بوطو ديال سميتو ديال الطرامواي وعبدو ربي شخصيا هو اللي اتصل برجال الامن ومنين كيجيو رجال الامن كيقول لك علاش تصور هذا هو المشكل كيقول لك علاش تصور انتما كتشوف
انا كنتمنى بان السي الحموشي شخصيا يدخل على الخط التقنيه ديالو، واش عندنا الحق نصوره ولا ما عندناش الحق نصوره. ها هو هذا السيد، هذا هو المعين اللي منعني بانني ما نصورش، كيقول لك ما عندكش حق تصور. هي السيارة ديالو، ودي الحديثة، هاد السيارة رباعية الدفع، السائق ديالها في حالة ماشي غير طبيعية، أكثر من غير طبيعية. هانتوما رجع في عدد من السيارات هاد الطوموبيل ديالو مضروبة، هانتوما كتشوفو. هانتوما ضرب هنا، ضرب هنا، اتصلنا برجال الأمن، جاو حارس الليلي كيقول بأن السيد كان غادي يدير كارثة. خويا هاد السيد شنو كان غايدير هنايا؟ يعاود لنا شنو كان غايدير؟ شنو كان غايدير هنايا؟ ديك راه جاي من هنا مشى مع الزاد ورجع عاود ثاني دار مع خويا، دار بغا يغلق الطوموبيل هي ورجع مرسى ويقطع الشونطي من هي رجع ويرجع مرسين على هاد. عاد دور فيا انا هنا عاد بلاصه تونا كلي راه دير شي كاريكتر ريح مع راسك هنا خرج يضرب الشيء. السيد كيفاش كيبان لك؟ عادي سكران سكران؟ انا هو سكران هو صح كاو. انتوما كتشوف كما سمعتوا التصريح ديال الحارس الليلي اللي وقعت امامه الحادثه ديال السير، كيقول بان هذا السيد صاحب هاد السياره رباعيه الدفع كان في حاله غير طبيعيه، بل اكثر من ذلك انه كيبين باين بانه في حاله سكر طافح دخل في هاد الحواجز. شكرا للمشاهدين الكرام على طيب المتابعة ديال هذا المباشر في انتظار تدخل. شوفوا كيفاش كيتعامل حتى مع رجال الأمن. إذن تم الإيقاف ديالو من طرف عناصر الأمن في هذا الأثناء، في الأثناء ضابط الشرطة القضائية تقوم بتفتيش ديال السيارة ديالو، ربما يكون فيها شي أشياء اللي عندها علاقة ب
القهوه ديال الخمر اللي تم الحجز ديالها من طرف ضابط الشرطه القضائيه. ها هي تم الضبط ديالها. ما غاديش نقولوا بان حقك تشرب ولا ما تشربش، الشرب براسك. ولكن في الشارع الان شكل خطر على المواطنين، اصطدم بعدد من الحواجز شيء اخر. مرة اخرى نشكركم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله والى مباشر اخر. بالنسبه لهاد فدين سيمو، هنا وراك غادي نفيق جدك انت او امك انت، ماشي طرشه كنتي عندك غرام ديال الرجوله، هي غرام. اما انت اكيد ما عندكش رجوله، الا عندك غرام ديال الرجوله بين ليا